السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن اضرار السكر للرضع والاطفال. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اضرار السكر سواء للاطفال الرضع او الاطفال الكبار، وكمان هنتكلم عن مصادر السكر ده في الاكل هتبقى ايه. وحضراتكم هتندهشوا كتير جدا لما تكتشفوا ان في اكل كتير جدا بناكله بشكل عادي وبرضه بيحتوي على السكر. الحاجة التالتة هقول لحضراتكم ايه كمية السكر المسموح بيها للطفل كل يوم. الحاجة الرابعة لو كان طفلك متعلق بالحلويات او بالسكر او الاكل اللي فيه سكر كتير، ازاي تقدري تبعدي طفلك عن السكر وعن الحلويات. كل ده ان شاء الله هيبقى موجود في الفيديو ده، فتابعوا معانا الفيديو للاخر. في البداية وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. فيديو النهاردة من اهم الفيديوهات اللي هتكلم فيها عن صحة الاطفال وعن تغذية الاطفال. السكر من اسوأ الاختراعات اللي اخترعها البشر. المقصود بالسكر هنا هو السكر المكرر او السكر المصنع، السكر اللي بناخده بالمعلقة نحطه على الاكل بتاعنا، او السكر اللي بنضيفه على المخبوزات او على الحلويات او على اي حاجة مصنعة. السكر ده ليه اضرار كبيرة جدا على الرضع والاطفال، هوضحها لحضراتكم بالتفصيل دلوقتي. اول حاجة، السكر ممنوع اعطائه للاطفال تماما قبل عمر سنة. يبقى الطفل الرضيع قبل عمر سنة ممنوع يتعرض للسكر خالص، ولا في الاكل ولا في الشرب ولا في اي حاجة تانية. من بعد عمر سنة الافضل ان الطفل ما يبقاش بياخد سكر او الاكلات اللي بتحتوي على السكر المكرر او السكر المصنع بشكل كبير، ويفضل يكون ما بيتعرض لهاش اصلا. لكن عندنا كمية صغيرة جدا هي اللي مسموح بيها للطفل، هوضحها لحضراتكم في اخر الفيديو. طيب ايه هي اضرار السكر اللي وصلتنا لان احنا نقول ان السكر هو السم القاتل للرضع والاطفال؟ اول الاضرار دي، السكر من اهم اسباب سوء التغذية عند الاطفال. الطفل لما حضرتك بتديله اكل مسكر او مشروبات مسكرة، مستقبلات الطعم عنده بتتعود على الحاجات المسكرة واللي طعمها حلو، وبالشكل ده الطفل بيرفض ياكل الاكل المغذي الطبيعي. يعني هتلاقي الطفل رافض ياكل البروتينات، رافض ياكل الخضار والفاكهة، هو عاوز طول النهار ياكل شوكولاتة وياكل بسكوت ويشرب عصاير مسكرة ويشرب مشروبات غازية وكل الحاجات اللي طعمها حلو. للأسف نسبة كبيرة من الناس بيدوا أطفالهم حلويات كتير وحاجات مسكرة كتير، بشكل إن مستقبلات الطعم على اللسان عند الأطفال دول بقت مدمنة على السكر والأكل المسكر، والأطفال دول بقوا بيرفضوا الأكل الطبيعي المغذي، وبقوا بيعانوا من أمراض سوء التغذية زي نقص الكالسيوم وزي الأنيميا وأمراض ضعف المناعة وكمان أمراض سوء النمو. نلاقي الطفل نموه مش كويس ومناعته مش كويسة وصحته مش كويسة. كل دي أمراض ليها علاقة بدخول السكر في أكل الرضع والأطفال. الحاجة التانية، السكر إحنا بنسميه السعرات الحرارية الفارغة. يعني إيه؟ يعني السكر ده مفيش فيه قيمة غذائية، هو بيدي سعرات حرارية عالية جدا لكن مفيش فيه فيتامينات، مفيش فيه معادن، مفيش فيه بروتين، مفيش فيه أي قيمة غذائية، بعكس السكر الطبيعي اللي موجود في الفواكه. يعني الفاكهة طعمها حلو، طعمها مسكر، لكن السكر اللي موجود مع الفواكه بيحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، لأن الفاكهة نفسها موجود فيها فيتامينات، موجود فيها معادن، موجود فيها ألياف، موجود فيها نشويات، موجود فيها بروتين، في قيمة غذائية كبيرة جدا، ما بيبقاش سكر بس. للأسف احنا طلعنا السكر خرجناه كده لوحده وصنعناه بشكل مركز جدا، وبقينا بنحطه على الأكل بتاعنا وبنديه للأطفال من غير أي قيمة غذائية، لا فيتامينات ولا معادن ولا بروتين ولا أي حاجة، فبقت سعرات حرارية على الفاضي أو سعرات حرارية فارغة. الحاجة الثالثة من أضرار السكر الكبيرة جدا، إنه من أكبر مسببات السمنة عند الأطفال. والطفل على فكرة لو عنده سمنة ده بيعرضه بشكل كبير، لأن صحته بعد ما يكبر بتفضل تتدهور. الطفل ده لما نديله سكر كتير ويجيله سمنة وهو لسه صغير، بنعرضه لأمراض كبيرة جدا لما يكبر، منها أمراض القلب والشرايين، ومنها مرض السكري، ومنها الضغط العالي، وأمراض كبيرة جدا هتأثر على صحة الطفل ده لما يكبر. ودي أحد أكبر مشاكل إن احنا ندي السكر للأطفال، بالذات لو بندهلهم بإسراف كبير. الحاجة الرابعة، السكر بيعمل مغص وانتفاخ وغازات وإسهال عند كتير من الأطفال.
السكر لو الطفل أخده بكمية كبيرة سواء في الأكل أو الشرب أو بشكله العادي، ده بيتخمر جزء كبير منه في الجهاز الهضمي بتاع الطفل وبيسبب مغص وانتفاخ وغازات، وبيبقى الطفل متضايق وبطنه مش مرتاحة. الحاجة الخامسة، السكر من أهم مسببات تسوس الأسنان عند الأطفال، وطبعا كلنا عارفين أن معدل تسوس الأسنان عند الأطفال في السنوات الأخيرة بقى كبير جدا وأكبر بكتير جدا من المعدلات اللي كنا بنشوفها زمان. السبب الأساسي هنا هو أن الطفل بياكل أكل بيحتوي على السكر بكمية كبيرة سواء الحلويات أو المشروبات، وكمان قلة الاهتمام بفم الطفل. علشان كده ضروري جدا نقلل السكريات أو السكر بشكل عام في أكل الطفل ونهتم بفم الطفل وأسنانه. أنا عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه بالتفصيل عن العناية بفم وأسنان الرضع والأطفال، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. الحاجة السادسة، السكر بيقلل مناعة الجسم. الأطفال اللي بياخدوا حلويات بشكل كبير وفي سكر كتير في أكلهم بيبقى رد الفعل المناعي بتاعهم سيء جدا وبيتعرضوا للعدوى بشكل متكرر، وكل الدراسات ربطت ما بين استهلاك كميات كبيرة من السكر وما بين ضعف المناعة وتكرار الأمراض عند الأطفال. الحاجة السابعة من أضرار السكر إنه بيقلل كتير من امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن المهمة جدا للجسم، وأهمها الكالسيوم والمغنيسيوم. وجود السكر في أكل الطفل بكمية كبيرة بيعوق إن الجسم يمتص الكالسيوم والمغنيسيوم بشكل كويس، وده بيعرض الأطفال لأمراض كتيرة جدا أشهرها أمراض ضعف العظام وتقوس الساقين وتأخر التسنين والتأخر الحركي عند الطفل. يعني نلاقي الطفل بيتأخر في الجلوس وبيتأخر في الزحف وبيتأخر في المشي، ده لو احنا ادينا الاطفال الرضع سكر او حاجات مسكرة من قبل عمر سنة، وانا قلت ان الكلام ده ممنوع، او حتى الطفل يتأخر في التطور الحركي من بعد عمر سنة. كل الكلام ده ليه علاقة بنقص الكالسيوم اللي استهلاك السكر او الحلويات بكمية كبيرة بتأثر على امتصاصه داخل الجسم. اللي انا قلتهم دلوقتي اهم 7 اضرار للسكر، مش كل الاضرار، في اضرار تانية على فكرة، لكن انا قلت اهم الاضرار اللي ممكن يسببها السكر للرضع والاطفال. طيب ايه هي كمية السكر اللي مسموح ان احنا نديها للطفل في اليوم؟ الاجابة على السؤال ده هتختلف على حسب عمر الطفل، لكن المتوسط اللي ما ينفعش نزود عنه كل يوم هو 4 جرام في اليوم. طبعا الرقم ده ممكن يبقى صادم لحضراتكم، 4 جرام ده كمية قليلة جدا، يعني معلقة الشاي اللي احنا بنقلب بيها دي تقريبا فيها اكتر من 4 جرام، وده المتوسط المسموح للطفل ان هو ياخده. بس في نقطة مهمة لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منها، الاربعة جرام دولا هو كل السكر المسموح ان الطفل ياخده في اليوم بما فيها السكر اللي موجود في الحلويات او موجود في المشروبات او موجود في اكل الطفل. يعني حضرتك لو رجعت قائمة اكل الطفل هتشوفي فيها موجود كام جرام من السكر، لو الطفل ده بياخد عصاير من بره شوفي فيه كام جرام من السكر، لو الطفل ده بياكل مخبوزات شوفي فيه كام جرام سكر، لو بياكل بسكوت، لو بياكل شوكولاتة، لو بياكل اي نوع من الحلويات شوفي فيها كام جرام سكر، لو حضرتك بتديله مشروبات معينة وبتحط فيها سكر شوفي فيه كام جرام سكر، لو حضرتك بتديله مياه غازية وده طبعا غلط شوفي فيها كام جرام سكر. حضرتك لو جمعتي كمية السكر اللي الاطفال بياخدوها في اليوم هتلاقيها اكتر من 10 اضعاف الكمية اللي مسموح للطفل انه ياخدها. السكر هنا داخل في معظم الاكلات اللي للأسف احنا بنديها للاطفال بشكل متكرر، وده موضوع خاطئ جدا. علشان كده لازم نقلل كتير جدا جدا من استهلاك الاطفال للسكر بكل الصور بتاعته، سواء اللي احنا بنضيفه بنفسنا على الشرب او نضيفه على الاكل او اي حاجة بنجيبها للطفل ياكلها سواء مشروبات او بسكوت او شوكولاتة او اي حاجة تانية. لازم نقلل كتير جدا جدا من استهلاك الاطفال للسكر علشان نتجنب كتير من المشاكل بتاعته، زي ما شفتوا الحد المسموح به للطفل في اليوم 4 جرام، وده رقم قليل جدا ما ينفعش نزود عنه كتير علشان ما نتعرضش للاضرار الكبيرة جدا اللي انا قلت عليها بالتفصيل. طيب لو كان الطفل متعلق بالأكل المسكر أو بالسكر كتير وإحنا عاوزين نقلل الكلام ده علشان نحمي الطفل نعمل إيه؟ الحل الوحيد هو أن أنت تقللي الكلام ده بالتدريج. ما ينفعش مثلا حضرتك تكوني متعودة بقالك سنين أن أنت تشربي قهوة زيادة
يعني بتحط عليها 3 4 معالق سكر، وبعدين تاني يوم هقول لك اشربي القهوه ساده من غير سكر تماما، مجرد حضرتك ما هتدوقيها مش هتتقبلي طعمها. لكن ينفع تقللي الكلام ده على مدى شهر او شهرين بشكل ان انت تشيلي نص معلقه كل اسبوع او تشيلي معلقه كل اسبوع، وبالشكل ده مستقبلات الطعم عندك هتبتدي تتعود بالتدريج وواحده واحده على النظام الجديد لحد ما تتعودي على اقل كميه سكر. نفس الكلام لو كنا فعلا غلطنا وادينا للطفل سكر كتير وحلويات كتير، ما ينفعش حضرتك توقفي مره واحده لان الطفل مش هيتقبل ده، لكن قللي الكميات بالتدريج، قللي الحلويات بالتدريج وعلى مدة طويلة ولتكن 3 شهور أو 6 شهور، بشرط إن حضرتك بعد المدة دي تكوني عودتي مستقبلات الطعم بتاعة الطفل بالتدريج وواحدة واحدة إنها تاكل الأكل الصحي اللي السكر فيه قليل جدا أو حتى ما فيهوش سكر خالص. كمان نقدر نستخدم المصادر الطبيعية للسكر، زي إن إحنا ندي للطفل الفواكه الطبيعية أو إن إحنا ندي للطفل عسل النحل بس برضو بكميات قليلة، بلاش نكتر منه. وعسل النحل برضو بيتاخد للأطفال من بعد عمر سنة، ممنوع نديه للأطفال الرضع قبل عمر سنة. وأنا عملت فيديو قبل كده شرحت فيه النقطة دي وشرحت أضرار إعطاء الأطفال عسل النحل قبل عمر سنة، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. يبقى حضرتك لازم تعدلي النظام الغذائي بتاع الطفل بالتدريج وبشكل بطيء علشان الطفل ما يحسش بالموضوع ويبتدي يرفض الأكل. ده الحل الوحيد اللي نقدر نعمله، وعلى فكرة ده محتاج صبر ومحتاج وقت، ولازم حضرتك ما تزهقيش لأن الموضوع هيأثر بشكل كبير على صحة الطفل دلوقتي وعلى صحة الطفل مدى حياته. ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.